شباب من مختلف الأعمار، رياضيون، موظفون وطلبة، اجتمعوا في هذه القاعة من أجل تعلم أبجديات الدفاع عن النفس مع مجموعة من المدربين المتخصصين. فهذه الرياضة أصبحت تستهوي الرجال والنساء. جيد دفاع النفس ثم هي أصلا تابعة للجيدو، وزيد ذكا الرياضة هذه ثم تطورت بزاف، ولو الناس سيرتو العنصر النسوي ثم هي مليحة كرياضة ودافعي على روحك ثم تحتاجيها كامل. ما كانتش من قبل 18 سيرتو في العنصر النسوي ما كانش، بس حذوكا ولات مطلوبة بكثرة، ولو النساء يحبوا يدخلوا في هذا الدومين بزاف. شفت هذا الإعلان تاعهم في فيسبوك، وأنا مهتم بهذا الميدان تاع الدفاع عن النفس ورياضي، الأنشطة الرياضية كامل، تجمعات شبابية تستهويني، تعلمنا تقنيات جديدة، تقنيات الدفاع عن النفس، تقنيات حماية النفس، وتعلمنا تانيك الانضباط اللي راح يكون مهم للرياضيين. كانت دورة تحفيزية باش نكملوا في المشوار الرياضي. رياضة الدفاع عن النفس دون إلحاق الأذى بالآخرين، تقنيات يعلمها المدربون للشباب هنا، تجمع بين عدة رياضات. والدفاع عن النفس هذه يعني ما ناش راح نتعلموا الدفاع عن النفس، ولا نعلموا الدفاع عن النفس باه نضروا به الناس ولا من هنا. هذا الإنسان يتعلم الدفاع عن النفس، أولا راح يدافع عن نفسه، راح يعلم يدافع عن عائلته، يدافع عن أولاده، يدافع يعني عن أي شيء يعني مضر بالحياة وخطير راح نحاول نجتنبوه. رياضة الدفاع عن النفس هذه جمعت جميع الفنون القتالية، الحمد لله الخبراء تاعنا والمؤطرين وضعوا كتاب لهذه الرياضة اللي حطينا كبصمة كجزائريين، حطينا بصمة تاعنا في هذه الرياضة الدفاع عن النفس، لأنه كما رانا نشوفوا في كل بلاد رياضة الدفاع عن النفس هذه دولها قوانين محددة تاعها. احنا كجزائريين وحدنا التقنيات تاعنا، وحدنا التقنيات التحكيم تاعنا، وجمعناهم تحت إطار الدفاع عن النفس وحماية المشاهير. تعلم أبجديات الدفاع عن النفس باتت تستهوي الشباب من مختلف الأعمار، لما لها من تقنيات تسمح لهم بتفادي التعرض للاعتداءات، وكل هذا دون إلحاق الأذى بالآخرين.